اي ما يستمع ازول في اللون لبس دارون في الجيج مخوتي اخواتي لاباس عليكم، جيسبر تكونوا كامل بخير وعلى خير. القاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله، فيديو جديد ونهار جديد. كيف غادي مع الاجواء ديال الاستعدادات ديال العيد الكبير؟ اول حاجه كنقول لكم عواشركم مباركه، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه وبالهنا وبراحه البال، هذا اهم شيء. وان شاء الله غادي نشارك معكم الاجواء، ولكن ماشي في هذا الفيديو. هذا الفيديو كان سبيسيال يعني بالنسبه للوليدات، خرجناهم هكا يبدلوا الروتين، وحتى حنايا يعني قبل ما نبداو الاستعدادات ديال التخمال وديال الخروج، واخا حتى في هذا العيد يعني كيدخلوا معنا الوليدات كيعجبهم هكا انهم يخرجوا ويشوفوا الخرفان. واكيد غادي نبارطاجي معكم في الفيديو الجايه ان شاء الله. فاول حاجه مشينا اليوم شديت بكم طريق لوطوروت ديال لوطوروت هكا لجهه ايسن او لا ستاسيون ايسن، فايت لي بارطاجيتو معكم بزاف ديال المرات، عطيتكم البلاصه فين كاين وفين جا وصورت لكم الطريق وكل شيء. فاليوم شادين لي الطريق من لوطوروت كما كنبارطاجي معكم دائما، يعني كنشدو طريق مراكش لا لوطوروت، يعني كنشدو هذيك الطريق ديال امسكرود. ملي كتفوتي داك ستاسيون الاولاني ديال امسكرود، ملي كتوصل هذاك البانو ديال تارودانت كدور عليه كتلقى البياج تما ديال تارودانت. بالنسبه للبياج كتخلص فيه واحد 4 دراهم باش كتمشي لجهه الطريق تارودانت. هنا ملي غادي تفوتوا بواحد شويه ماشي بزاف، المهم غادي يبان لكم ستاسيون الاولاني على اليسار ومن بعد هو ستاسيون الثاني على اليسار. هذا ستاسيون ايسن كما قلت لكم، فايت لي بارطاجيتو معكم وعطيتكم جميع المعلومات. متخصصين هكا في الطواجن، كيديروا بزاف ديال الحوايج، ولكن التخصص ديالهم اللي كيعجبني انني ناخذ عندهم بزاف هو المزي. صراحه عندهم المزي ديال هنا زوين، طواجن شي حاجه ما نهضروش، وفايت لي بارطاجيتهم معكم بزاف ديال المرات. لكن المشكل اللي فيه انه الا ما مشيتيش بكري كتلقى كلشي تسالى، وهذا الشيء اللي وقع لينا اليوم، لقينا الطواجن تسالوا. ولكن من الخير كملنا الطريق، شدينا طريق هواره، يعني خرجنا جهه الكرسي وخرجنا الهواره، مشينا نتغداو في المقهى ولا ريستورون كافي ديال نبيل، فايت لي تاهو بارطاجيتو معكم هذه سنين وانا حنا تناكلو فيه. عندهم طواجن خصوصا الخضره والسلاوي، يعني الطاجين ديال السلاوي عندهم لا يعلى عليه، بالاضافه الى ان اللحم ديال المنطقه شي حاجه واعره خصوصا المعزي. يعني كنعرفوا ان ديك البلاصه او البلاصه ديال تارودان بصفه عامه معروفه هكا يعني بالخضره والفواكه، فكيديروا الخضر الموسميه بزاف وكيديروا اللحم ديال المنطقه سواء هكا يعني العجل او الغنمي او المعزي. شدينا الطواجن هكا ديال المعزي بالخضره بالسلاوي، شي حاجه ما نقولش لكم البنات، بالاضافه ايضا للجو العائلي اللي كيعطيه لك هذيك البلاصه. يعني كما كتشوفوا معايا الصالونات هكا بلديين، بحال راك جالس في دارك او لا شي مشيتي عند العائله ولا شي واحد عرض عليك، يعني تغدى وتمدد. صراحه كيعجبني بزاف الفضاء اللي هو نقي، الماكله عندهم نقيه شي حاجه ما نهضروش. وفايت لي تاهو قلت لكم بارطاجيتو معكم ماشي مره ماشي جوج، هذه مده طويله يعني سنين وانا كنمشي ليه. هنا البنات غادي نتغداو ومن بعد غادي نشربوا بريريد اتاي، غنرتاحوا واحد شويه. هنا الجو ديالو سخون صراحه على اكادير، الحراره هنا شويه كاينه. من بعد غادي نمشيو نيشان للسوق هنا ديال هواره، حتى هو فايت لي بارطاجيتو معكم بزاف ديال المرات، كنت كنتقدى فيه الخضره خصوصا فشي ظروف اللي كانت صعيبه، الخضره كتكون فيه رخيصه، يعني فيه الحوايج فيه كل شيء، غير هو كتلقاي فيه الثمن وكتلقاي فيه شي حوايج اللي ما كتلقايهمش في اكادير. المهم غادي ندخلوا ليه نجيبوا فيه دويبره بحال هكا، نشوف شنو خاصني. من بعد غادي ندوز كناخذوا الزبده بلديه من هنا من هواره، وكنشرب فيه اللبن ضروري، كنشربوا اللبن هنايا البلدي، وكندي معايا شويه ديال اللبن وشويه ديال الزبده بلديه. بالنسبه لهاد الكافيه هذا نبيل، فهو البنات كاين في الطريق الكبيره، يعني الطريق ديال تارودانت، يعني هاد الطريق هذه هي الناسيونال، يعني فوق الطريق في الدوبل فوا ديال تارودانت، غادي تجيو من اكادير حتى لتارودانت، يعني الطريق اللي غادي يجيبكم من اكادير حتى لتارودانت الورزازات هي هذه، يعني فوق الطريق انفاس مع واحد ستاسيون هنا ديال افريقيا. معروف هاد الكافي هذا قديم بزاف هنا في هواره، سميتو كافي نبيل. من بعد غادي كيما قلت لكم ندوزو للسوق، غادي نتقدى فيه شي حاجه، المهم نجيبو فيه دوره، ماشي بالضروري انني نتقدى، ونشوف الحويجات الا كانوا خاصني، سيرتو الخضره كتكون هنا رخيصه. من بعد غادي ندوز كيما قلت لكم ناخذ اللبن بلدي، وغادي ناخذ الزبده بلديه، وغادي نمشي نيشان، غادي نمشي نطرق حياه، وغادي ندي وليدات حتى هما، غادي نمشيو للدشيره. غادي نبارطاجي معكم واحد البلاصه كندي لها مره هكا الوليدات، كتعجبني بزاف خصوصا هكا في العشيه.
اهضر معاه اهضر معاه. هذه ديال الغاليه هذه هي اجي هنا حتى اللي اجي حتى الباساج. جد يلا سير سير ارجع اللون يلا زيد براك ياكل براك وزيد جد ودور دور جد جد دور دور هكا براك هكا براك لا تجي اجري 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 دور هكا دور علاش علاش ما بغيتيهاش سير سير جيب دورة ليه دور دور جد دور هكا جد دور هكا يلا سير ما بغيتيهاش شو فيها الجو زوين فيها هكا لومبيونس فين يلعبوا الوليدات فيها صحاب الشفانج ايضا فيها السويقه اللي ما عرفش نعطيكم معلومات هذه السويقه اللي كاينه هنا في الدشيره كيبيعوا فيها الخضره كيبيعوا فيها الحوت فيها العطاره الكبار دابا نبارطاجيهم معكم ان شاء الله بمناسبه الاستعدادات للعيد الكبير دابا نبارطاجي معكم البلاصه ديال العطاره فيها شي حاجه واعره وشي حاجه اللي هي الطوب بالنسبه للخضره بالنسبه للحوت شي حاجه البنات لا علاقه مع الاسعار اللي كاينه عندنا في اكادير يعني هنا رخيص بزاف كتلقاو الخضره كتلقاو الديسير سيرتو الحوت هنا البنات رخيص ورخيص بزاف غادي نديوهم المهم غادي نمشيو ناخذوا السفنج بالنسبه للسفنج كاين واحد القهوه هكا في الوسط ديال هاد الساحه هادي كيديروا السفنج شي حاجه يعني كناكل السفنج حتى كنعيا ولكن السفنج ديال هادو خاص بوحدو ولكن مع الاسف لقينا السيد اللي كيطيبو قال لنا مريض ما كاينش اليوم صافي اضطرينا خدينا من واحد البلاصه اخرى ومشينا عندهم خدينا بريريد اتاي شربناه صافي دخلنا جبنا دوره هكا في السويقه جهه الحوايج جهه المويعنات الخضره يعني كتلقاو فيها كل شيء في هذه السويقه فيها كل شيء البنات زوينه من بعد هكا خدينا الوليدات حدا السويقه يعني تما وديك الساحه فين كاينين هكا الالعاب ديناهم شويه يلعبوا من هيبدلوا الجو من حتى حنا نرتاحوا شي شويه من الصداع ديال الوليدات في الدار كتبقى حتى حنا يعني نتحرروا من داك الروتين اليومي ديال الدار وفي نفس الوقت يعني نكونوا هكا كنوجدوا اننا نبداو عاوتاني واحد البدايه اللي هي زوينه ديال الاستعدادات ديال التخمال ديال انك كتخرجي يعني تشوفي الحواله واخا هذا العام راه كاين الثمن ولكن الحمد لله كل واحد يمشي على حسب القدره ديالو والاستطاعه ديالو وكل واحد ما غادي يشوف غير اللي في رزقه دونك البنات غادي كما قلت لكم غادي نخلي الوليدات هنا صراحه خليناهم على راحتهم يعني ما ضغطناش عليهم ما قلناش لهم سربي وخلنا لهم حتى خليناهم حتى قالوا لهم صافي عينا غنمشيو حتى ظلام الحال هنايا خدينا لهم هذاك الشيء اللي بغاو بغض النظر على انه كيكونوا باغفوا هكا بعض الحويجات اللي هما غير صحيين ولكن هذا ما كيمنعش انه مره مره ما فيها بس يعني المناعه ديال سواء الطفل او ديال الانسان بصفه عامه
راه كتكون قويه وكتدافع على راسها، غير حنا يعني ما نكونوش دايرين واحد النظام غذائي اللي هو بشكل يعني دوري ولا بشكل يومي. حنا كناخذوا مثلا الماكله في الزنقه او كناخذوا هاد الحويجات اللي كيكونوا فيهم السكريات، يعني كنحاولوا هكا كنهرسوا مره مره، واحد المره في شهرين ولا في 3 شهور ما فيها باس اننا نفرحوهم، لانه كيبقاو هما وليدات وما كيقدروش انهم يستوعبوا هاد الحويجات هادو. ندى زوينة زوينة كي كتجي ندى 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 صيدة غادي ناخذ اليوم هنايا غزال البنات كما بارطاجيت معكم طريقه باش كيصنعوا. المهم فرحناهم خديناهم شي حويجات لعبوا حتى حنايا صراحه ارتحنا، ومن بعد هنا ملي بداو تيعياو نعطيناهم حقهم غادي نمشيو للدار. ومره اخرى تنقول لكم عواشركم مباركه، يدخل عليكم هذا العيد هذا بالصحه وبالهنا باش ما تمنيتو ان شاء الله. نقول لكم نتلاقاو في الفيديو الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم. شوف هذه بركه واقيله بركه عليها بركه يلا صافي صافي يعني واش يا جن؟ لا كوني ثلاثة يمكن يطلع. ماما قداش؟ اه هاكا يلا شد ديال. لا ديالك هادي كبر منك ديال. لا لا ديالك اودي ديالك عار كلها كلها اجي ولد واجي لا كلها كلها سوري انا كنت سوري اصور لا باري باري ما كاين الظلام اشوف ندى نشوف ديالك وليا وليا واو نشوف ديالك جاد الطفيه ديالك كاين هنا هذا الظلام شتي هذا كيطلبوا والقاعدين ماشي واحد